من الليفت فنتريك للاورطه، فيبتدي كميه الدم اللي راحه للجسم تقل، ويبتدي يحصل صادم وسيفير دروب في البلاد بريشر، ويحصل هايبوتنشن. فاي حد عنده سيفير اورتيك فالف ستينوزس ما ينفعش ياخد ايس انهبيتورز. تمام. طيب بعد كده يبقى احنا اول حاجه خدناها الايس انهبيتورز، تاني حاجه هناخدها هي الاي ار بيز او الانجيوتنسين ريسبتور بلوكر. ايه هي الانجيوتنسين ريسبتور بلوكرز؟ هي بعد ما شافوا السايد افكتس اللي بتعملها الايس انهبيتورز من درايد اوف وانجيو اديما، قالوا ان احنا نقفل الريسبتورز خالص بتاعه الانجيوتنسين 2، فنحاول ان احنا السايد افكتس ديت نتغلب عليها. فالبليسيد ثيرابي لو البيشنت دوت عنده انجيو اديما او لو البيشنت عنده دراي كف، بالتالي لازم نعمل سويتشنج للاي ار بيز. طيب بعد كده هنراقب ايه؟ نفس الاس انهبيتورز بالظبط، هنراقب البلاد بريشر لان هو بيوطي ضغط الدم، هنراقب البوتاسيوم ليفل لان هو بيعمل هايبركاليميا، وهنراقب السيرم كرياتينين لان هو بيأثر على الكيدني فانكشن، لان هو بيمنع الانجيوتنسين يحصل له فيتنج على الريسبتورز بتاعته. الكونترا انديكيشنز نفسها بالظبط، هي نحفظها مع بعض. بريجننسي لان هو تيراتوجينيك، باي لاترال رينال ارتري ستينوزس لان هو هيأثر على وهيقلل الجلوميرولار فلتريشن ريت، والسيفير اورتيك فالف ستينوزس لان هو هيوطي ضغط الدم وبالتالي هيحصل صادم دروب في البلاد بريشر. تمام. طيب الدوزج اند دراجز هم ثلاثه دراجز، كان ديزرتان 32 ملي جرام وانس ديلي، اللوزرتان 150 والفالزرتان 160 ملي جرام وانس ديلي. برضه بنبتدي بجرعه قليله وبنبتدي نزود بالتدريج لغايه ما نوصل للتارجت دوز بعد اسبوع الى اربع اسابيع. تمام. اللي بعده يبقى احنا خدنا الايس انهبيتورز، تمام، واخدنا البنفيتس بتاعتها، بتقلل المورتاليتي، بتقلل البلي لود، بتقلل الافتر لود، بتقلل او بتمنع الكاردياك ريموديلنج. تمام. يبقى دوت مين كور اوف ذا تريتنج هايبرتنشن او هارت فيلير ريديوسد ايجكشن فراكشن. طيب تاني حاجه بقى هم البيتا بلوكرز. طيب اهم حاجه في البيتا بلوكرز نعرف البنفيت، تمام، نعرف البليس الثيرابي، نعرف امتى بنحطها، ونعرف الثلاثه بيتا بلوكرز اللي هم كان بي يوزد في حاله الهارت فيلير ريديوسد ايجكشن فراكشن. طيب ايه هم البنفيتس؟ طبعا البيتا بلوكرز بتقفل زي ما احنا عارفين في البيزك فارماكولوجي، بتقفل البيتا ريسبتورز اللي موجوده على البلاد فيسلز، فبيحصل بالتبعيه فازو دايلاتيشن. تمام. وبتقفل كمان السيمباثيتك اوت فلو، فهي بتقفل المفتاح اللي هو السيمباثيتك اوت فلو، فبالتالي بتقلل البريلود، بتقلل سوري الافتر لود، لان هي عملت فازو دايلاتيشن للاورطه. تمام. عن طريق ان هي قفلت البيتا ريسبتورز زي ما احنا عارفين في البيزك فارماكولوجي، وقفلت كمان السيمباثيتك اوت فلو، وكمان بتقلل المورتاليتي. يبقى اللي بيقلل المورتاليتي الايس انهبيتورز والبيتا بلوكرز هم دولت من المين كور بتاع التريتنج الهارت فيلير ريديوسد ايجكشن فراكشن. طيب اي بيتا بلوكر كده بيستخدم؟ لا، هم ثلاثة بس اللي هم ابروفد باي الكلينيكال ترايلز اللي هم يستخدموا. هم ايه؟ لازم نحفظهم: الكارفيدولول، البيزوبرولول، والميتوبرولول ساكسينيت. طيب بنبتدي البيتا بلوكر امتى؟ بنبتدي البيتا بلوكر لما البيشنت دوت يكون يوفوليميك، يعني ما عندوش هايبرفوليميا، يعني ما عندوش اديمة. تمام. طيب تاني حاجة يبقى ستيبل، يعني ما عندوش اكتف سيمتومز من الهارت فيلير، يعني السيمتومز بتاعته مستقره، الحاله مستقره، فنبتدي نزود البيتا بلوكر. تمام. البليسن ثيرابي، طب يعني ايه؟ يعني ايه برضو يعني هنعمل ايه؟ ما انت عملت تقول لنا ايس انهبيتور بيتا بلوكر مين كور، طب نعمل ايه؟ هنديله ايه؟ طيب هتبتدي التريتمنت بتاع البيشنت اللي عنده هارت فيلير ريديوسد ايجكشن فراكشن بلوب دايوريتكس او فيوزمايد بلس ايس انهبيتورز لغايه ما البيشنت دوت يبقى ستيبل ويبقى يوفوليميك. بعد كده
بعد ما بقى ستيبل ويوفوليميك تمام، ما عندوش اكتف سيمتومز وما عندوش هايبر فوليميا، بتبتدي تضيف البيتا بلوكر برضو ستارت لو اند انكريز سلو لغايه كل اسبوعين لثلاثه لغايه ما توصل للتارجت دوز من شهرين الى ثلاث شهور. يبقى احنا عرفنا البنفيت بتاعه البيتا بلوكر، بتقلل البري لود، بتقلل الافتر لود، وبتقلل السيمباثيتك اوت فلو، وبتقلل المورتاليتي ريت. وعرفنا الثلاثه بيتا بلوكر اللي بيستخدموا اللي هم الكارفيدينول تمام والميتوبرولول ساكسينيت والبيزوبرول. طيب هل ليها سايد افكتس؟ طبعا البيتا بلوكر ليها سايد افكتس مشهوره جدا تمام. بتعمل ايه؟ لان هي بتقفل البيتا 1 ريسبتورز اللي موجوده على الهارت، فبتعمل براديكارديا، بتقلل الهارت ريت تمام. من الحاجات المشهوره جدا برضو بتعمل فلويد ريتينشن وبتعمل اديما تمام. ثالث حاجه بتعمل هايبو تنشن. طيب ليها كونترا انديكيشنز؟ طبعا ليها كونترا انديكيشنز. اولهم خالص لو البيشنت عنده حاجه اسمها سكند او ثيرد ديجري هارت بلوك. يعني ايه؟ يعني الامبلسز اللي هي طالعه من الاس اي نود للاي، انتوا عارفين طبعا الاس اي نود اللي احنا بنقول عليها الماستر بيس ميكر، اللي هي بتطلع الامبلسز للاي في نود وبالتالي بتمشي في البندل فيس وبعدين البيركنجي فايبر ويبتدي يحصل كونتراكشن للهارت. بيحصل ديلي للامبلسز من الاس اي نود او للاي في نود، فبيحصل براديكارديا وكونتراكتيليتي او الهارت ريت بيقل. فحاجه اسمها سكند او ثيرد ديجري هارت بلوك اللي هي الامبلسز اللي راحت من الاس اي نود للاي في نود بتتاخر، فما ينفعش كمان ندي البيتا بلوكر في النقطه ديت. ليه؟ لان هو هيقلل الهارت ريت اكتر. ده اول نقطه. تاني نقطه الكارديوجينيك شوك، يبقى هما تو كونترا انديكيشنز، سكند او ثيرد ديجري هارت بلوك والكارديوجينيك شوك. طيب المونيتورنج انت هتراقب ايه؟ برضو نفس الكلام اللي قلناه في الايس انهيبيتورز والبيتا ادرينرجيك ريسبتور بلوكر، هنقولهم برضو في البيتا بلوكر. هتراقب ايه؟ هتراقب البلاد بريشر لان احنا عارفين ان هي بتوطي البلاد بريشر. هتراقب الهارت ريت لان احنا عارفين ان هي بتقلل الهارت ريت، بتعمل برادي كارديا تمام. عرفنا الدوزز بتاعت الاس انهيبيتورز وبرضه لازم نحفظهم ونبقى عارفينهم تمام. الدوزز بقى بتاعت البيتا ادرينرجيك ريسبتور بلوكر هم ايه؟ الكارفيدولول بتتاخد 25 مللي جرام مرتين في اليوم، ولو البيشنت وزنه اكتر من 85 كيلو بندي 50 مللي جرام مرتين في اليوم. ده بالنسبه للكارفيدولول. عارفين الكارفيدولول الفا 1 بيتا 1 بلوكر تمام. طيب البيزوبرولول يتاخد قد ايه؟ 10 مللي جرام وانس ديلي. ما بتبتديش بالتارجت دوز ديت طبعا، بتبتدي بجرعه قليله زي ما اتفقنا، وبتبتدي تزود بكل اسبوعين الى ثلاث اسابيع لغايه ما توصل للتارجت دوز بتاعتك وهي 10 مللي جرام وانس ديلي. الميتوبرولول ساكسينيت بيتاخد 200 مللي جرام مره في اليوم، والكارفيدولول كنترول ريليز ده جديد طبعا بيتاخد 80 مللي جرام وانس ديلي. طيب رابع حاجه الالدوستيرون ريسبتور انتاجونست، خلي بالنا بقى في الحته دي عشان مهمه. الالدوستيرون احنا عرفنا الاس انهيبيتور، عرفنا الادرينرجيك ريسبتور او الانجيوتنسين ريسبتور بلوكر، عرفنا البيتا بلوكرز وعرفنا استخداماتهم وعرفنا البينيفيتس من وراهم، عرفنا كونترا انديكيشنز، عرفنا الدوزز بتاعتهم، عرفنا نعمل مونيتورنج لايه تمام. نيجي الرابع حاجه هو الالدوستيرون ريسبتور انتاجونست تمام. دوت طبعا عندنا نوعين من الالدوستيرون ريسبتور انتاجونست. احنا عارفين دوت الالدوستيرون زي ما احنا اتفقنا في الباثوفيسيولوجي ان هو بيطلع مع الراس سيستم، بيعمل صوديوم ووتر ريتينشن وبيعمل هايبر فوليميا وبيعمل اديما، والبرولونجت اليفيشن بتؤدي الى حاجه اسمها كاردياك ريموديلنج. فبالتالي لما ندي الالدوستيرون ريسبتور انتاجونست هتقلل لي البريلود، لان انت هتمنع اللي هو البلاد اللي راجع بشكل كبير جدا
من خلال السوبيريور والانفيريور فينا كافز اللي هي الهايبر فوليميا، تمام، هتقلل لي المورتاليتي وهتقلل لي كمان الريمودلنج، لان احنا عارفين الالدوستيرون بيحصل فيتنج على الريسبتورز فبيعمل كاردياك ريمودلنج. يبقى مهم انك تعرف بيقلل ايه، بيقلل البريلود وبيقلل الكاردياك ريمودلنج وبيقلل كمان المورتاليتي ريت. طيب عندنا دوائين اسمهم ايه، سبايرونولاكتون والابلرينون. طيب ايه هي الكونديشنز تو اد، ودي طبعا مهمه جدا، امتى نضيف الالدوستيرون انتاجونست؟ تمام، اول حاجه نضيف الالدوستيرون انتاجونست لو كان البيشنت دوت ماشي على التارجت دوز من الايس انهيبيتورز والاي ار بيز ولسه ستيل البيشنت دوت هاز سيمبتومز، يعني ماشي على التارجت دوز، ماشي على 10 ملي جرام بيزوكولول وعلى مثلا انالابريل 10 ملي جرام مرتين في اليوم وستيل عنده فاتيج وعنده هايبوتنشن وعنده ديزني وعنده اورفوبنيا وعنده الكلام دوت كله، يبقى في الحاله ديت بنزود له الالدوستيرون ريسبتور انتاجونست. ديت اول نقطه. تاني نقطه يكون نيويورك هارت اسوسيشن كلاس 2 وكلاس 3 وكلاس 4 والايجكشن فراكشن بتاعته بيكون اقل من او تساوي 35%. ديت تاني كونديشن. طيب في كونديشن مهم جدا لازم برضو نبقى عارفينه في نيويورك هارت اسوسيشن كلاس 2 اللي هو بيحصل سلايت ليميتيشن للنورمال فيزيكال ديلي اكتيفيتيز زي ما اتفقنا. ايه هم التو كونديشنز عشان تضيف الالدوستيرون في نيويورك هارت اسوسيشن كلاس 2؟ لازم يبقى حصل اليفيشن للبرين ناتريوريتك بيبتايد، او يكون البيشنت دوت دخل المستشفى قبل كده بسبب الهارت فيلر. طيب ايه هي البرين ناتريوريتك بيبتايدز؟ هي عباره عن سيرتن بيبتايدز بتطلع ديورنج الهارت فيلر ريدوسد ايجكشن فراكشن ككومبنساتوري ميكانيزم علشان تزود الناتيوريسيس او تزود الدياروسيس وتقلل الاديمه. تمام، يبقى لو هو نيويورك هارت اسوسيشن كلاس 2 with elevation of the brain natriuretic peptide او حصل له prior hospitalization بسبب الهارت فيلير، يبقى ساعتها بنضيف الالدوستيرون ريسبتور انتاجونست. طيب ايه كمان الكونديشن الثالث؟ لو كان البيشنت دوت عنده هارت فيلير reduced ejection fraction with diabetes، يعني عنده diabetes وهارت فيلير، او عنده هارت فيلير reduced ejection fraction with myocardial infarction، يعني حصل اسكيميا، حصل بسبب الاسكيميا ديت ما ام اي او myocardial infarction حصل بسبب هارت فيلير، يبقى انت في الحاله ديت لازم تضيف على الريجيمن الدوستيرون ريسبتور انتاجونست. طيب يبقى احنا عرفنا الدراج نيم، عرفنا الكونديشنز تو اد، ايه هي المونيتورنج بارامترز؟ وديت برضو مهمه في الالدوستيرون انتاجونست. انت تراقب ايه؟ هتراقب، انت عارف طبعا ده بيأثر، دوت عباره عن ايه؟ عباره عن بوتاسيوم سبير، دوت الالدوستيرون ريسبتور انتاجونست بيزود البوتاسيوم ليفل. انت السبايرونولاكتون دوت عباره عن ايه؟ بوتاسيوم سبيرنج دايوريتك، فبالتالي بيزود الليفل اوف بوتاسيوم، فلازم تراقب البوتاسيوم ليفل. ديت اول نقطه. طب النورمال بوتاسيوم ليفل كام؟ من 3.5 الى 5 ملي ايكويفالنت بير لتر. تمام. طيب النقطه الثانيه برضو بيأثر على الكيدني فانكشن، فلازم تراقب السيرم كرياتينين وتراقب الكرياتينين كليرنس. يبقى ثلاث نقط تراقبهم، هايبركاليميا او بوتاسيوم، تمنع تراقب البوتاسيوم ليفل، تراقب السيرم كرياتينين، وتراقب الكرياتينين كليرنس. طيب الكونترا انديكيشنز، ما ينفعش تدي الدوستيرون ريسبتور انتاجونست امتى؟ في ثلاث حالات لازم نبقى عارفينهم ككلينيكال فارماسيست بشكل كبير جدا. اولا لو السيرم كرياتينين زاد عن 2.5 ملي جرام بير دي سيليتر، ما ينفعش تدي الدوستيرون ريسبتور انتاجونست. او الكرياتينين كليرنس اقل من 30 ملي بير مينت، ما ينفعش تدي الدوستيرون ريسبتور انتاجونست. او لو البيشنت دوت البوتاسيوم ليفل زياده عن 5 ملي ايكويفالنت بير لتر. تمام، يبقى احنا عرفنا النيم، عرفنا البينفيتس بتاعت الالدوستيرون ريسبتور انتاجونست، عرفنا بنراقب ايه، وعرفنا الكونترا انديكيشنز بتاعتها ايه. طيب السايد افكتس المشهوره جدا بتاعه السبايرونولاكتون هي الجاينيكوماستيا. الجاينيكوماستيا اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن
painful enlargement of the breast in males. الميلز البريست بتاعهم بيكبر وبيبتدي يضايقهم بيحصل لهم pain فبتبتدي نعمل switching للابليرينون. تمام. السايد افكتس برضه بتعمل هايبركاليميا, ممكن شويه تعمل سيرتن تايبس اوف كاردياك اريثميا. فعشان كده لازم بشكل كبير جدا نراقب البوتاسيوم ليفل اثناء الاستخدام بتاع الالدوستيرون ريسبتور انتاجونست. طيب بعد كده هنتنقل للدايوريتك الفيوروزيمايد. الفيوروزيمايد دوت طبعا بنستخدمه ليه؟ علشان تو ريليف الإديمة. دوت عبارة عن لوب دايوريتك بيسهل عملية الدايوريسز علشان طبعا الإديمة مسببة للبيشنت انزعاج شديد جدا ومسببة له ديزنيا وأورثوبنيا, فبالتالي بنديله فيوروزيمايد. طيب بنلاقي بالبيشنت ويت التارجت بتاعك ان انت البيشنت يحصل له لوس من 1 تو 2 باوند بير داي وبتمشيه على مينتننس دوز بعد ما يحصل بيبقى يوفو ليميك, يبقى خلاص يبقى انت ريليفنج الإديمة كلها من البيشنت يبقى يوفو ليميك. بعد كده بتمشيه على مينتننس دوز من الفيوروزيمايد علشان نمنع الريكرنت هايبرفوليميا. تمام. طيب يبقى احنا خدنا ايه في الأدوية؟ نراجع بسرعة كده. خدنا الاس انهيبيتورز وعرفنا البينيفيتس بتاعتها وتستخدم امتى, عرفنا السايد افكتس, عرفنا الكونترا انديكيشنز بتاعتها وعرفنا الدوزز. بعد كده اتنقلنا على تاني حاجة الاي ار بيز, عرفنا نفس الكلام, عرفنا الاستخدام بتاعها اللي هو البليس ثيرابي, عرفنا نفس الكلام المونيتورنج بارامترز السايد افكتس والكونترا انديكيشنز. بعد كده اتنقلنا على البيتا بلوكرز وعرفنا ان هي من الكور بتاعه التريتمنت بتاع الهارت فيلير ريديوسد ايجكشن فراكشن, وعرفنا امتى بنستخدمها بالظبط, وعرفنا 3 بيتا بلوكرز اللي هم ابروفد تو تريت الهارت فيلير ريديوسد ايجكشن فراكشن, وعرفنا الدوزز بتاعتهم, وعرفنا الكونترا انديكيشنز بتاعت البيتا ادرينرجيك ريسبتور بلوكر. بعد كده اتنقلنا على الالدوستيرون ريسبتور انتاجونست وعرفنا البليس ان ثيرابي او امتى بنستخدم الالدوستيرون ريسبتور انتاجونست او الكونديشنز تو اد, عرفنا الادويه, عرفنا بتراقب ايه, عرفت امتى بالظبط ما تستخدمش الالدوستيرون ريسبتور انتاجونست. تمام. وعرفنا السايد افكتس. بعد كده اتنقلنا على اللوب دايوريتكس او الفيوروزيمايد وعرفنا بنستخدمها ليه علشان تريليف الإديمة والهايبرفوليميا والمونيتورنج للبيشنت ويت, التارجت بتاعك ان هو يحصل لوس من 1 تو 3 باوند بير داي لغايه ما يوصل لديوفوليميك, وبتمشيه بعد كده على مينتنس دوز من الفيوروزيمايد علشان نمنع الريكرنت هايبرفوليميا. تمام. طيب بعد كده رقم 5 الهيدرالازين ايزو سوربيد داي نايتريت. تمام. دوت طبعا فازو دايليتور, عارفين الفازو دايليتور الاكشن بتاعهم سيمبلي احنا قلنا ان البريلود زايد فيحصل كونستريكشن او الريزيستنس بتاعه السوبيريو والانفيريور فينا كيفا زياده, بيحصل كونستريكشن للاورطة, فاحنا عايزين نقلل البريلود ونقلل الافتر لود, فبندي فازو دايليتور اللي هم الهيدرالازين ايزوسوربت داينايتريت, بتقلل البريلود وبتقلل الافتر لود وبتقلل كمان المورتاليتي. بنديها لاي حد كده؟ لا طبعا, ليها سبيسيفيك بليس ثيرابي. تمام. بتستخدم امتى؟ في نيويورك هارت اسوسيشن نيها 3 ونيها 4 ان اديشن للايس انهيبيتورز والاي ار بيز. لازم البيشنت دوت نقطه مهمه يكون افريكان امريكان, ما ينفعش يبقى وايت امريكان. تمام. لازم يبقى افريكان امريكان مع البيشنت مع الايس انهيبيتورز والاي ار بيز, او لو البيشنت دوت مش قادر يستحمل او انتوليريتس للسايد افكتس بتاعه الايس انهيبيتورز, ساعتها ممكن نضيف الهيدرولازين او ايزوسوربت داي نايتريت. السايد افكتس طبعا احنا عارفين ان هو اي فازو دايليتورز بتعمل هايبوتنشن وبتعمل كمان لوبس انديوسد ويز هيدرولازين اللي هو زي السيمتومز بتاعه اللوبس كده سبيسيفيكلي مع الهيدرولازين, وبتعمل طبعا هايبوتنشن لان هي بتعمل فازو دايليتيشن. تمام. يبقى احنا ديت رقم 5 في او الدراج رقم 5 في الهارت فيلير ريديوسد ايجكشن فراكشن. نيجي بعد كده على دواء جديد
هو ايه؟ هو الساكيوبتريل فالزرتان. الساكيوبتريل فالزرتان دوت هنتكلم فيه برضو يعني شوية ديتيلز كده. الساكيوبتريل فالزرتان احنا عارفين الفالزرتان دوت عبارة عن انجيوتنسين ريسبتور انتاجونست، بيقفل الانجيوتنسين ريسبتور. طب ايه هو الساكيوبتريل دوت؟ بيعمل ايه؟ او ميكانيزم اوف اكشن بتاعه ايه؟ الساكيوبتريل دوت عبارة عن برودراج. البرودراج بيحصل له اكتيفيشن انسايد ذا بادي انتو ساكيوبيريليتيت. الساكيوبيريليتيت دوت بيعمل انهيبيشن لانزيم اسمه النيبرلايزنج انزيم. النيبرلايزنج انزيم دوت بيعمل ايه اصلا؟ يعني ايه الاكشن بتاع النيبرلايزنج انزيم؟ بيعمل ديجراديشن او بيكسر الناتريوريتك بيبتايد اللي هي الاتريوم والبرين ناتريوريتك بيبتايد. طيب الناتريوريتك بيبتايد ديت وظيفتها ايه؟ زي ربنا خلقها لنا ليه؟ علشان تزود الناتيوريسيس، تعمل دايوريسيس، تقلل الإديمة. فانت ما بتكسرها بالنيبرلايزنج انزيم كده مش هيحصل ريليفنج للإديمة. فبالتالي الساكيوبتريل بيعمل انهيبيشن للنيبرلايزنج انزيم، بيبتدي الاكشنز بتاعه الاتريوم والبرين ناتريوريتك بيبتايد يحصل اكشن ليهم، ويبتدي يحصل دايوريسيس وريليفنج للإديمة. تمام دوت. طيب البليسيد ثيرابي ديت برضه نقطه مهمه جدا. امتى بنستخدم الساكيوبتريل فالزرتان؟ لو البيشنت دوت بياخد الاوبتيمم دوز بتاع الايس انهيبيتور او الاي ار بي ومش قادر يستحمل السايد افكتس بتاعتهم، ساعتها بنعمل ريبليسمنت للايس انهيبيتورز او الاي ار بي بالساكيوبتريل فالزرتان. يبقى ده الاستخدام الاولاني. ليه؟ وجدوا بالكلينيكال ترايلز ان الساكيوبتريل فالزرتان بيقلل المورتاليتي ريت زيه زي الايس انهيبيتورز او الاي ار بي او كمان احسن. فعلشان كده كمان ممكن نبتدي بيه عن الايس انهيبيتورز او الاي ار بي. يعني انت ممكن تدي البيشنت ساكيوبتريل فالزرتان مع بيتا بلوكر لو البيشنت دوت طبعا يوفوليك. تمام، دي بديت رقم واحد. رقم اتنين احنا برضه قلنا اللي هو نيويورك هارت اسوسيشن كلاس 3 او كلاس 4، ممكن نعمل ريبليسمنت للاس انيبيتور او الار بي من بالساكيوبتريل فالزرتان. احنا عرفنا الميكانيزم، عرفنا البليس ثيرابي، طبعا السايد افكتس بتاعته زيه زي اي سايد افكتس بتاع الايس انهيبيتورز او الاي ار بي او الاي ار بي سوري الانجيو ديما. ده رقم واحد. برضو بيعمل سيرتن تايب من الانجيو ديما لان طبعا من سيرتن برضو افكتس او سايد افكتس من الفالزرتان اللي هي انجيوتنسين ريسبتور بلوكر بتعمل انجيو ديما. بيعمل دروب ان ذا بلاد بريشر، بيقلل البلاد بريشر طبعا لان هو ساكيوبتريل فالزرتان او انجيوتنسين ريسبتور بلوكر فبيقلل البلاد بريشر. طبعا بيعمل اليفيشن للسيرم كريات زيه زي الاي ار بي، وبيعمل اليفيشن للبوتاسيوم ليفل او بيعمل الهايبر كاليميا. تمام. طيب بالنسبه للمونيتورنج بارامترز، المونيتورنج بارامترز هي ايه؟ زي اي اي ار بي او ايس انهيبيتورز انت هتراقب ايه؟ هتراقب السيرم كرياتينين، هتراقب البلاد بريشر، وهتراقب البوتاسيوم ليفل. دولت مهمين جدا. يبقى احنا عرفنا استخدام الساكيوبتريل فالزرتان امتى، وديت النقطه المهمه جدا جدا جدا. تمام. طيب اللي بعده